يوم بإذن الله جل وعلا. نعيش أيضا مع إحدى الغزوات التي تظهر لنا خامة اليهود وتظهر لنا حقدهم الدفين وتظهر لنا ماهية هؤلاء اليهود وماذا يدبرون إلى يوم القيامة لكل من قال لا إله إلا الله ولكل من خالفهم. نعيش بإذن الله جل وعلا مع غزوة كانت في شهر ربيع الأول من العام الرابع الهجري مع غزوة بني النضير. لنرى من خلال هذه الغزوة كيف كانت سعة صدر المسلمين وكيف عاملوهم بالحسن وما كان جزاء الإحسان إلا الإحسان أما هم كان جزاء الإحسان الإسلام. ولنرى أيضا الفتن التي يزرعونها كل ليلة وكل ساعة في المسلمين وفي العرب جمعا. ولنرى أيضا كيف أخزاهم رب العزة جل وعلا وسيخزيهم إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. صدق ربي فيما قال. غزوة بني النضير كانت بين من قالوا لا إله إلا الله بصدق ووحدوا ضد المنافقين والمشركين واليهود. المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، المشركين مكة وغطفان وما حولهم من عباد الأصنام، اليهود يهود بني النضير بقيادة حيي بن أخطب وغيره. تمالؤوا جميعا للقتال، نقضوا العهد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان من شروط المعاهدة التي كتبها حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيد أصحابه عندما كانت هناك معاهدة مصانة في بداية وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة، أن على اليهود ما على المسلمين في دية المقتول، يشاركون المسلمين في دية أي مقتول له عهد مع المسلمين، يأخذوا من اليهود قيمة يدفعوا الدية للمقتول. فما كان أن هناك رجل يسمى عمرو بن أمية الطبري كان في حادثة مثل معونة ونجا من هذه الحادثة، حادثة قتل قراء القرآن الكريم، وفي طريق عودته إلى المدينة بعدما نجا وجد رجلين لم يعلم بإسلامهما أو بحلفهما فقتلهما، فطالبت قبيلتهما بالدية. فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أخذ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة وذهبوا إلى يهود بني النضير الذين يبعدون عن المدينة بقرابة 2 من الكيلومترات أو ميل. ذهبوا إليهم ليشاركوهم في الدين. أتيناكم لنأخذ منكم بعض الدية لنعطيها لأهل القتيلين. فما كان منهم إلا أنهم تمالؤوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على قتله وقالوا يجلس محمد بجوار الحائط ويصعد أحدنا فوق الحائط ويرميه بحجر فيقتله ويكون مات قضاء وقدر. سبحان الله، يبقى رايح لك لحد بيتك عشان تشوف مكر اليهودي، لان هم مهما كانوا ما بيحبوناش